حياتي واقتيادي واقعية ماشي. واحد نهار واحد السيد عيط لي قال لي كاين واحد العرس ديالك بنعرس. تحية الناس بنعرس اللي كانوا حاضرين معنا هنا. عروسي طلعت يا والله يا علينا طنجاوي. تحية الناس بنعرس. واحد خانا قال لي واحد العراسية واه عرف بنعرس. قلت له يا ماذا بيا نمشي نتلقى الجمهور ديالي فهمت. قال لي كلشي كيعرفك بنعرس تنيكو كلشي كيعرفو بنعرس. فعلا لبست كومبلي قميتها كحلا الصروة كحال الصباط كحال تربط مصيرة مولا السلطان وكحلا تقول عندنا تطلق طبا. ومشيت مشيت مولا اخي الحومة هذيك تصفي هاد الحيطة اسمح لي اختي نبيله. المهم قال لي غادي تمشي معايا ما تخافش غادي تمشي معايا والجمهور ديالك تما كيتسناك. فعلا هذا ماشي سكيتش هذا واقع هذا فعلا. لبست عليا كومبلي ونمشي نخدم في بنعرس ومشيت مع الدخلة زورت بعدا بعدا الجوق باقي كيركب ماتريال فهمت. عملت هايدا قلت له شنو الباشا اما وازين وما عندهم فين كيجي ديك بوبليك اصاحبي مين جا ديك الباشا مع البارتي هذوك اللي مشطر ليها فهمت. بحال هيدا كيضحكو تا هما. المهم عاد تجي هاد النسا وانا عاد نعمل سكيت يا خويا قال له قدم قدم واحد الفكاهي جا من طنجة تجنيكو والتوق بني حسن تحية الناس بني حسن. يا خويا باقي كي يا خويا باقي كيركب ماتريال ملي سمع تجنيكو ملي قال له قدم فكاهي شني سحاب له ديك جاحة ديك الشهر فهمتي ديك بنادم اللي كيتصفر على الميكرو راه ديك الميكرو لقيتو في رافع. قال شني قال لهم ونقدم لكم فكاهة هاي بريزونتيني الفكاهة الميكرو هيدا مشا كيركب ماتريال. عملت هيدا بني عروس كاملة عاملة فيا والعرس في العقبة واقف هكدا بني عروس كاملة عاملة فيا السلام عليكم شريف السلام عليكم يا قول هذا قلت راه شني كاين اللي عليا نعملو عاودت النكتة الأولى أم خصي ماجين حتى هيدا ما كيعرفوش يعملو النكتة الثانية شنو نقول هذا صاحبي خص دابا هادو خصهم الحركة خصهم الحركة فهمتي خصهم النشاط خصهم الغنى بديت كنعملو ديك اللعيبة ديال عندنا الدار في دوار حبيبي كي بارا تشوفي مر شنو نقول هذا تشوفي عندنا يا بوفون هنايا ولا حبيبي هو بوفون ولا غير بارا تشوفي قسعي كنشوفي انا اللي بغيت نضحك ماشي هما. عملت هيدا قلت عملت هيدا كتجبر واحد السيد عنده اللحية حمراء كتعراها تحية صحاب الحلية عندهم اللحية حمراء تحية الحمد لله. أنا كان عملت سكيت شحال هيدا وأنا كنشوف السيد ماجي قاصدني الجهة اللي ماجي كان عملت هيدا وأنا كنشوفو غير بهاد الجهة فهمت السيد قاصدني تا جا عندي تنودني شنو قال لي ما تشطحش ما تشطحش شريف شريف علاش انا ما نشطحش وهذا علاش شري كيعملوا لي كيركبوا الماتريال كيلقيو الصرع تما خلينا نكلم الله يرحم بابا الشري. المهم عملت واحد النكته كتقلد مرا مرا كتهضر مع مرا هذه واحد الراجل كتقلد نتا بقول حيا ماشي عندي قاصدني دير لي الطعام اوليدي ما بقيتش ديك الحركات ما بقيتش ديك الحركات حسيت براسي بحال حجره تغنم واقفه في العرس علاش جيت الشريف علاش ما تقمعنيش يا شريف. المهم النكته الثالثه الرابعه الخامسه العاشره سكيت باقي عندي ها 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 بحال اللي عاملين نتوما بحال في هايدا ها 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 شوف ها 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 باقي ما نقص سبحان الله هذا العرس كلشي مأدب ما نقص حتى شي واحد وغالبا في العراسات اللي كتجبروا هذاك اللي كينقص دائما هو اللي كيهضر كتجبروا ما يمكن ما شنو العروس ما جاب كادو ما قال حتى باقي مسعود ما قالهالوش هذاك هو اللي كتجبروا وهذاك هو اللي كتشعل الحال كيقول لصاحبه ودنوا وكتغمسك يا خي حلوه عامله هاي المهم خلينا من الحلوه. المهم ساليت سكيت وغنمشي في حالي انا بني عروس ساليت سكيت وغنمشي في حالي بحال شوماطيشه ماشي في حالي صافي خصني نمشي في حالي ساليت ماشي في حالي تا ساليت ماشي عاد غادي يجي اخر غادي بريزونتي لي الجمهور غنقول لهم وصف قلنا على تجنيكو جانا من طنجه يا خو في الوقت معكم فكاهه والثاني قال لهم صفقونا على تجنيكو جانا من طنجه وانا ساليت سكيت ها تجنيكو تجنيكو عملوا لي واحد هر حسيت براسي بحال انا في قطر كلشي ماشي كيتصور خاويا كلشي كيتصور معايا كلشي والله ما عقلناك اصاحبي دابا باش مين
دابا عاد بالهم دابا هما تشيكو عايزي عندو بايدة موسخ ومكفص وعاد جبو هيدا يعملو ها غنمشي تسال مني عروس هيدا لا حول ولا قوة الا بالله. قالوا تشنيكو جاو كيتصوروا معايا والروينه تصوروا جاني بولحيا هو نيت هو ماشي شي واحد كيشبه له بولحيا هو بيدو جا صار عندي تصور معايا قال لي صاحبي والله ما عقلتك صاحبي انت اللي لقيت لك اللي لقيت لك العرو ياك قلت له الشريف انا باللحيه زعما ما تبقيش ديك الحاره هذا ما تبقيش ديك الحاره وشكرا اخوتي وكنتمنى نكون صاحبي وحاسب الميكرو اللي طولنا عليكم اخوتي.